فادي صباح الخير. صباح الخير سميرة، صباح الخير مشاهدي الكرام. إذن في هذا الأسبوع اللي مخصينو الاحتفال بالمرأة المغربية، بغينا نسهلوا عليها المأمورية، ياك غادي نسهلوا عليها الأمور. نسهلوا عليها بصح هاد المسائل خص يديروهم الرجال اللي يديروهم ماشي العيالات. متفقة معاك متفقة معاك. اليوم نصوبوا ساموسة قلتي. ساموسة اللي ما غاديش نحتاجوا ليها بزاف، غنحتاجوا ليها بطاطا وحدة اللي قطعتها باش نربح الوقت، نص فلفلة، نص بصلة، واحد 50 حتى 100 غرام ديال الجلبانه فقط، واحد الراس ديال الثومه. جميل. صافي كنهزوا البصله تنحطوها هنا تنشحروها بطبيعه الحال، يعني كنديروا لها الطريقه ديال المرميطه. يعني فاش تنطيبوا المرميطه ديالنا داك الشيء، وحتى اللي ما بغاش يدير هذا الشيء هذا ساهل، داك الشيء اللي خلات اللي طيبات المرميطه واحد النهار قبل ولا شي حاجه وبقى شايط يقدوا يجمعوا داك الشيء. تنحط البطاطا تنجمعهم كلهم خطره واحده. الوغ البصله الثومه البطاطا والفلفله كلهم تيتجمعوا خطره واحده، ما تنديروش حاجه بحاجه، تنجمعوهم كلهم وحده خطره واحده بحال هذا الشكل هذا. بغيت نهز واحد الراس ديال الثومه، شي راس صغير بحال هذا الشكل هذا، نحيد ليه غير سميتو ديالو تنلوحو في الماء وتنبقاو نشحروه او ميم طون تنديروا شويه ديال الفلفله شويه ديال الابزار شويه الملحه شويه الكمون شويه سكينجبير. شاف هادي فاش يقول فلفلاس يعني الابزار بطبيعه الحال الابزار يعني كنكونوا هاد المكونات كاملين تنخليهم ترتاحوا وتنخليهم تيطيبوا. حنا شنو تنديروا تنمشيو تنديروا ليهم العجينه ديالهم اللي غادي يمشي معاهم. دونك العجينه شنو خصنا؟ تيخصنا لنا واحد 250 غرام ديال الدقيق اللي انا ديجا وجدتها، واحد 60 مللتر ديال الماء و50 مللتر ديال الزيت العادية. يعني عجينه عاديه فيها غير الزيت اللي زايده، زيت بلديه. زيت بلديه وما تنديروا فيها لا خميره لا حتى شي حاجه. الملحه حتى هي ما درتهاش فيها؟ كاينه الملحه درتها، درت واحد شويه ديال الملحه. يعني هذا العجينه هذه هي اللي غادي تجمع لنا ديك المكونات اللي غادي نديرو. بانت ليا العجينه جاريه شي شويه وين درتها جاريه باش ملي نطيبوها تجينا سهله في الطياب وتتمشي لنا بحال داكشي ديال لاباتيسري. بانت بحال الطريقه هذه تنشمعوا بحال هكذا. البصله مع الفلفله تيتواتاو بزاف فاش يتقلاو هكا تيتشحروا بطبيعه الحال. وهنايا تنديروا لها الطريقه ديال البيتزا، تنفتحوها بحال اللي تنفتحوا البيتزا على الطريقه هذه. نقدروا نقولوا بان هذه السموسه بحال بيتزا كالزوني. بيتزا كالزوني هذه اصلها من هذا الطبق هذا اصله من الشرق الاوسط. ودابا بزاف ديال الدول مثلا الهند باكستان افغانستان كلهم تيقول لك هذا ديالنا بحنايا. نعم ديالنا بحال هكا. دونك فاش تنحلوها بحال هكذا الشكل ديال البيتزا تناخذوا دي مورسو صغار هكذا دي مورسو صغار بحال هكذا. احنا ديجا عندنا موجوده هادي تتبقى تقلى حتى لين تطيب مزيان. ماشي نص طياب زعما خاصها تطيب نيت مزيان دونك تتولي هكذا بطبيعه الحال. ما زدتيش عليها الجلبانه؟ لا كاينه الجلبانه غادي نزيدوها هنايا لان الجلبانه خاصها تاخذ شويه ديال حتى نطيبوا هذاك الشيء علاش كنرجعوا الجلبانه. هذا تنديروه في الاخر هذا اللي بغى ينسم بالقصبر او باش الزعتره او الزعتره ولا اي حاجه. دونك علاش تنديروا هذا الشيء؟ ما بغيناش باش هي تطيب حتى تولي يعني ملي تطيب مثلا واحد الربع ساعه تنخلوها ترتاح وتنمعصوها حتى كترجع لينا بحال هذا الشكل هذا. تنمعكوها وتناخذوا بحال هذه الطريقه هذه. هذه مزيانه الوليدات الصغار ياكلوا لنا الخضيره بطبيعه الحال. وحتى العيالات من حقهم يخرجوا مثلا شي حفلات ديال العرس ولا شي حاجه الرجاله تجيهم سهله يطيبوهم سهله. دونك كنصايبوهم بحال هذا الشكل هذا على الطريقه هذه حتى نساليو كل شيء. لان الوقت حنا ما عندناش باش نديرو بزاف تنخليوه بحال هكذا وتندخلهم في الفران واحد 160 درجه حتى 170 وتتعطي لنا هذا الشكل هذا. تفضل وريهم لينا. غادي تعاوني يكونوا شي شويه سخون. خبيزات صغار في الفران عندك راه سخون سخون تنقدموهم بحال هذا الشكل هذا سهلين. غيكونوا لذاذ بالتاكيد تاكيد
ومفيدين. مفيدين بزاف ونورمالمون اللي بغى يديرهم مع دي صوص وكذا. وبهذه المناسبه ان شاء الله السيمانه الجايه غادي نحاول ما يمكن نعطيهم دي صوص اللي غادي يبقاو يتمشاو مع الاكلات اللي تيديروا في المنازل ديالهم واللي هم سهلين وصحيين وبالاخص بداك الشيء اللي تلقاو في السوق. يعني وما غاليش بزاف وكنقدموا واحد الطبق بالصحه والراحه. شكرا لك شاف هادي، بقى معنا غادي ندوزوا على اللحظه في دائما الصباحيه الدزم.